اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اتكلم مع حضراتكم عن كشف لجريده جلوبال بترول برايس، وبنتكلم عن انه ترتيب الدول بالنسبه لاسعار البنزين على مستوى العالم. الحقيقه انه مصر جت في المركز السابع كارخص سابع دوله في مساله اسعار بيع البنزين بمتوسط سعر اللتر حوالي بنتكلم في تلت دولار، يعني 351 سنت امريكي تقريبا. جه في المركز الاول دوله فنزويلا، وده هي كانت الدوله الاولى في ترتيب ارخص دول العالم في بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس. وبعد كده جت ليبيا، ايران، انجولا، الجزائر، الكويت، وبعدهم مصر. التقرير كمان اضاف انه السعر المتوسط للبنزين عالميا سجل تقريبا دولار و30 سنت للتر، يعني بنتكلم في 37 جنيه حتى 40 جنيه. وضحوا كمان انه في فروق ملحوظه ما بين الدول في اسعار البترول. دلوقتي معانا على الهاتف لتوضيح هذا الخبر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئه البترول السابق. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس. ومساله استقرار اسعار الطاقه في مصر مع الازمه الاقتصاديه العالميه ومدى ايجابيه هذا على وضعنا الاقتصادي. اهلا بك استاذ غدير. اهلا بحضرتك. طبعا متوسط الاسعار العالميه للبنزين ارتفعت بشكل كبير جدا في كل انحاء العالم خصوصا بعد الازمه الاوكرانيه الروسيه، وارتفعت طبعا مع ارتفاع اسعار الخام برنت العالمي اللي هو مقياس الخام اللي بيتم تكرير البنزين من خلاله. وجميع دول العالم بما فيها السعوديه لسه رافعه اسعار البنزين حوالي 19% مؤخرا. جميع الدول العربيه تقريبا فيما عدا ليبيا اسعارهم مرتفعه جدا اذا ما قورن بمصر. حتى ان الاردن اسعارها النهارده دولار 65 سنت، يعني في تقريبا في حدود اكثر من 50 جنيه لتر البنزين. انما مصر طبعا مصر متاثره جدا لان مصر بتستورد جزء من البنزين والسولار. مصر كمان عندها بتشتري خام من الشريك الاجنبي بالاسعار العالميه. الدول اللي حضرتك اشرت اليهم الدول اللي هم السته الاقل اسعارا من مصر هم عندهم انتاج ضخم جدا من الخام. الخام كله ملكهم غير مشترى، مش مشترى لحد. هي العوامل يا باشمهندس اللي بتحدد الاسعار، هل هو مساله بس الانتاج او في عوامل اخرى تؤثر على يعني سعر البنزين داخل هذه الدول؟ لا، احنا لو قسنا سعر البنزين اللي هو من خلال من سعر الخام اللي هو الريفرنس بتاعه طبعا هيصل الى حوالي ما بين 60 سنت تقريبا. فطبعا 60 سنت مصر بتبيع بحوالي من البنزين 95 هو ب 35 سنت النهارده. عشان كده تلاقي ان مصر اسعارها متدنيه جدا من نصف العالم. انما لازم نلاحظ مثلا انجلترا النهارده، انجلترا اسعارها النهارده 2 دولار و4 سنت، يعني اكثر من 40 جنيه. استاذنك بس يا باشمهندس نكون في مكان ثابت عشان الصوت يكون واضح. بقول لحضرتك يعني اسعار 70 جنيه لللتر. فعشان كده تجدي ان مصر من اقل الاسعار في جميع دول العالم. انعكاس ده طبعا مصر بتتحمل دعم كبير جدا في سبيل البيع اسعار ثابته تقريبا النهارده حجم تحمله في انتاج البنزين والبيع تلك الاسعار المنخفضه. طبعا الدعم زاد بشكل كبير جدا وهيصل لاكثر من كدعم من المنتجات البتروليه كجلوبال، يعني اكثر من 80 مليار جنيه سنويا. وانعكاسات ما يحدث عالميا يا فندم من ازمه اقتصاديه عالميه والحرب الروسيه الاوكرانيه على ارتفاع اسعار النفط والطاقه عالميا. اثرت طبعا بالايجاب للدول المنتجه للنفط وخلافه، خصوصا ان انقطاع وحظر توريد منتجات البتروليه والنفط الروسي لدول اوروبا وفرض قيود على تصديره فرضت طبعا بالسلب ان هي اسعار النفط المتداوله عالميا ارتفعت بشكل كبير جدا في جميع دول العالم، وبالتالي اثرت على المستوردين واحنا منهم
اثرت علينا بالسلب بشكل كبير جدا، وطبعا اتاثرت اقتصادياتنا واقتصاد جميع الدول اللي بتستورد جزء من احتياجاتها من النفط والمنتجات البتروليه، اتاثرت سلبا جميع اقتصادات تلك الدول وخصوصا دول اوروبا هي اللي اتاثرت بشكل كبير جدا. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.